كل مرة تنفذ قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على غزة تستهدف المؤسسات والمكاتب الإعلامية المحلية والعربية والعالمية بالقصف والاعتداءات. مثل الهجوم الصاروخي الصهيوني على برج الشروق اليوم استهدافا مبيتا وخطيرا لأطقم الصحافة المحلية والدولية التي تغطي العدوان العسكري على غزة. هذا الاستهداف يشي بتحول نوعي لضرب وسائل الإعلام التي تنقل الأحداث للعالم، ويهدف الاحتلال بهذا العمل إلى ممارسة التضليل الإعلامي في ظل اعتداءاته على المدنيين من الأطفال والنساء والمنازل والمدارس والمؤسسات الإدارية. نقابة الصحفيين الفلسطينيين دانت الجريمة الصهيونية التي ارتكبت بحق الصحفيين بقصف مقر فضائية القدس بصواريخ أسفرت عن إصابة 6 من العاملين فيها. وقالت النقابة في بيانها أن استهداف مقر الصحفيين جريمة تستدعي الإدانة من كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية العربية منها والدولية. في غضون ذلك دعت النقابة إلى التحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق مهنية دولية في جرائم الاحتلال ومساءلة ومعاقبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة. وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات والاتحادات الصحفية بإطلاق أوسع حملة تضامن مع الصحفيين ومساندتهم في مواجهة الجرائم الصهيونية التي ترتكب ضدهم، وشددت على أنه لا حصانة لقتلة الصحفيين، ما يتطلب توحيد الجهود لتحريك قضايا دولية قانونية لدى المحاكم الدولية بحق الجنود والقادة العسكريين الصهاينة الذين ينفذون أو يصدرون أوامرهم باستهداف الصحفيين ومؤسساتهم. هناك أكثر من 300 اعتداء سجل من قبل إسرائيل ضد الصحفيين الفلسطينيين. نحن خسرنا أكثر من 20 زميل خلال السنوات الماضية على أيدي الجيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم الرسالة واضحة وهي ضد حرية الرأي والتعبير، ضد حرية الصحافة. من جهة أخرى ذكرت قناة العربية أن غارتين استهدفت مبنى يضم مكاتب إعلامية من بينها مكتبها في وسط مدينة غزة. وذكرت القناة على موقعها أن هناك ضرر مادي لحقت بالمبنى المكون من 12 طابقا التابع لشركات ومكاتب صحفية وإعلامية عربية وأجنبية، وحيث تتواجد سيارات الصحافة مع شاراتها المتعارف عليها دوليا. كما أعلنت روسيا اليوم أن غارة الاحتلال دمرت الليلة الماضية مكتب القناة الناطق بالعربية في غزة بدون حدوث إصابات. وفي سياق متصل أدانت سكاي نيوز العربية الهجوم الصاروخي الصهيوني على برج الشروق الذي استهدف مكتبها وصحفيين يغطون الأوضاع في غزة، وطالبت سلطات الاحتلال باحترام المواثيق الدولية التي تمنع استهداف وسائل الإعلام والمحافظة على سلامة الصحفيين والمراسلين الذين يغطون الحروب. يذكر في هذا السياق أن العدوان الذي شنه الاحتلال على غزة نهاية 2008 استهدف فيها أيضا مبنى لفضائيات ووكالة أنباء دولية، مما يبرز نية الاحتلال الصهيوني المبيتة في ضرب الإعلام للتغطية على جرائمه.